يقول السائل: والدي استلم مستحقات التقاعد، هل فيها زكاة؟ مستحقات التقاعد، أولا من المعلوم بأن مستحقات التقاعد هي شهرية، فكيف يستحق؟ ما يستحق إلا شهر شهر شهر, شهر. لا يا شيخ، قصده أنه لعلها الإكرامية، لأنها الحين الموظف تصفية حساب. نعم، الموظف الآن لا يخلو أمره بعد أن يتقاعد. بعد أن يستقيل أو يموت أو كذا، أو يتقاعد أو يتقاعد. مسألة التقاعد، نقول التقاعد من نظام التقاعد أنه إن كانت خدمتها أقل من 20 سنة فلا يدخل في مجال التقاعد، وإنما يعطونه ما يسمى بالإكرامية، جميع حقوق يسمى الحقوق المتعلقة به، لكن ليست خاضعة للتقاعد. صحيح. فهذه الحقوق ممكن أن يقال إذا استلمها، مثلا نفترض حقوقه مثلا 50,000، إذا استلم هذه الحقوق هل فيها زكاة أو ما فيها زكاة؟ من المعلوم أن الزكاة ما تجب إلا في مال مستقر مملوك ملكا خاصا لصاحبه. صحيح. فهذه الآن ليس مالا مستقرا، من الجائز يزيد ينقص، من الجائز أن يعاقب معاقبة، يمنع من نفس هذه الإكرامية وكذا. فإذا هذا مال مستقر، مال غير مستقر، وبناء على هذا فالذي يظهر لنا أنه لا زكاة عليه إلا بعد قبضه واستئناف حول ليبقى عنده، فإذا تم الحول وهو باق عنده أو باق عنده بعضه فيزكيه أو يزكي ما بقي عنده. وأما قبل ذلك حينما يكون يعني متأرجح أمره هل يأتيه أو ما يأتيه، وإن كان الغالب أنه سيأتي هذا المبلغ لكن ليس يقينا أنه سيأتي، من الجائز المخالفة أو شيء من هذا فيمنع عقوبة أو نحو ذلك، أو يكون في النظام كذلك ما يمنع في أي ثغرة من ثغرات النظام. وبناء على هذا فالذي يظهر لي أن هذا المال الذي أخذه ليس مالا مستقرا قبل قبضه إياه، وبناء على هذا فلا تظهر لي زكاته إلا بعد قبضه واستئناف حول لمضيه عليه.